أقامت مؤسسات المجتمع المدني بمدينة أوتريخت ونواحيها حفل وداع وتكريم للقنصل العام بأوتريخت السيد إسماعيل الوارغي بمناسبة إعفائه من عمله ولدوره الكبير والفعال في خدمة أبناء الجالية، وكذلك اعترافا بإنجازاته الجبارة رغم الفترة القصيرة التي شغل فيها منصب القنصل العام لمدينة أوتريخت وضواحيها. وفي جميع المداخلات أكد الحضور أن القنصل العام بأوتريخت الأستاذ إسماعيل الوارغي السيد النزيه الجدي سيبقى ويظل اسما وفاعلا لن يغيب عن الأذهان ببصمته التي تركها في نفوس كل من عرفه عن قرب إداريا أو اجتماعيا. وفي جو من الوحدة والاتحاد تضامن الكل في حفل فعاليات المجتمع المدني مع السيد القنصل العام للمساته التسييرية والإدارية ولما ميزه من أخلاق وعمل دؤوب ومسيرة ناجحة في العلاقات التشاركية مع المجتمع المدني بأوتريخت ومع أفراد الجالية. أولا وقبل كل شيء لا بد أن أقدم كلمة شكر وامتنان للإخوان والأخوات اللي يعني جاتهم هذه الفكرة ديال التوديع ديالي. كنشكرهم جزيل الشكر وكنقول لهم بأن هذا يعني التصرف اللي داروا معايا غادي ديريكت للقلب، وكنعترف لكم بهذا جميل اللي هو في الحقيقة يعني أنا كموظف من الواجب ديالي أنه نقوم بهذا الشيء كامل درته، خصني ندير أكثر، ولكن مادام أنه المسائل اللي درتها كلها هي كانت من القلب وصلت للقلب ديالكم، لهذا كان الإحساس ديالكم جميل، وأنا يعني أنوه بهذا يعني السلوك ديالكم الحضاري وهذا يعني التكريم اللي كنفتخر به. وغادي يكون عنده واحد الاثر كبير في النفس ديالي وفي التاريخ ديال يعني الحياه الاداريه ديالي. وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وكنشكر الجميع على هذه الليله، على هذا اليوم، على هذا الاحتفال، وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في المهام ديالهم، وانا في خدمتكم سواء كنت هنايا ولا في المغرب. انا في وزاره الخارجيه، موظف وزاره الخارجيه لصيق بالمهام بالقضايا ديال الجاليه، وانا غادي نخدمها حتى نخرج التقاعد ولا اكثر. تزامن حفل التكريم مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، فتحول الأساء أثناء اللقاء بوداع القنصل العام بأوتريخت إلى احتفال في أجواء من الاعتزاز والافتخار على نغمات النشيد الوطني والأغاني الوطنية. موسيقى